هي هي سؤال عن الربا. اتفضل. يسأل أحد الإخوة أنه أخذ قرضا من البنك الله أكبر، الربوي. هذا أحد الإخوة، نعم شايف إيه؟ تاب إلى الله. خذوا الآن عبرة. نقول معليش معليش، بعد أنت سميته شيخ؟ لا أخ. نعم معليش سميته؟ نعم عرفوا؟ لا ما أعرف. لا الله يهديك. ما طيب سميته، لذلك ما في غيبة، لكن طيب خذوها عبرة. نعم أخ لنا تاب، الحمد لله. نعم لكن هكذا المجتمع الإسلامي، كم وكم من الناس مصلين وصائمين ويمكن يقوموا الليل ويصوموا النهار والآخري، وهم يتعاملون معاملات، ما أقول لك ربوية فقط، معاملات محرمة. هذا تاجر ما بيسأل، بيبيع أشياء بتعين على المنكر ولا لا، بيشتري أشياء بيعرفها مسروقة منهوبة، ما بيهمه، المهم جمع المال، ومسلم وصالح وبصوم، ويمكن حريص أن يصلي بالصف الأول إلى آخره. هذا هو المجتمع الإسلامي بهؤلاء، بدها تقوم الدولة المسلمة. هيهات هيهات ما توعدون. هؤلاء من صعد الله فيهم يجعل هباء منثورا أعمالهم. الله أكبر. وقد الإمام نعم. الجمهور. إيه هذا شو سوى؟ أخذ قرض من البنك بمقدار 25,000 درهم، وعلى هذه النقود عليها ربا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سواء قل أو كثر. وتاب. وهذه 25,000 تاجر فيها، وأصبحت الآن يعني آلاف ملايين. مؤلفة، آلاف مؤلفة. فتاب من ذلك، فماذا عليه؟ هل لأنه يعني استفتى بعض الناس الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة، فقال له عليك أن تخرج 25,000 هذه، علما بأنه سدد 25,000 للبنك من راتبه، يعني من راتبه الشهري سددها للبنك مع الفوائد مع الربا. نعم مع الربا. نعم مع الربا. فهنا أفتاه بعض الناس أنه يخرج 25,000 من ماله الذي جمعه من هذه التجارة اللي 25,000، ويخرج 25,000 هذه مع الفوائد مع الربا كذلك، ويتوب إلى الله توبة نصوحة. هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح إلى حد ما. نعم يعني هذا لابد منه توبة. نعم يعني هالشيئين هذول نعم. لابد منه، لكن أنا في اعتقادي لا يكفي. لماذا؟ لأنه الحاصل من 25,000 ما بني على فاسد فهو فاسد. يعني الكلام إلى الفتوى صحيحة؟ نعم أنا بقول أخي الفتوى بأمر بالتوبة وإخراج 25,000 هذا لابد منه، ما أقول فتوى صحيحة، بقول فتوى ناقصة. وبينت السبب، لأنه 25,000 اللي هو مال محرم قام عليه كما قلت ألوف إن لم نقل ملايين. ما بني على فاسد فهو فاسد. فأنا بقول إنه هذا الإنسان بالإضافة إلى ما قيل له من الأمرين السابقين ذكرا، يجب أن يستمر في الإكثار من التصدق بهذا المال المجموع عنده، بحيث أنه يشعر أنه نفسه تزكت من أوضار الربا السابق. مثال هذا مثال ماء نجس وقع في نجاسة وتنجس، كيف تطهيره؟ بالمكاثرة، مكاثرة الماء النجس بالماء الطاهر حتى يغلب على الظن أن هذا الماء خرج عن كونه نجسا وليس إلى طاهر فقط، بل وطهور مطهر. لمن يعطي هذا المال؟ يعطي نعم. هذا المال الحاصل
المربوح من الحرام، نعم. هذا يمكن أن يعطى للفقراء والمساكين لأنه ليس هو عين الربا، إن الله طيب لا يقبل طيبا، ليس هو عين الربا. نعم. خذ أيوة. اسمع مني بعدين إذا كان عندك ملاحظة تبديها. جزاك الله. لو أن رجلا أودع 20,000 وأخذ 25، أي 5 ربا، هذه ما بيجوز يعطيها الفقراء والمساكين. نعم. لكن مسألتنا غير هيك. الخمسة دون اللي هي ربا، هدون لازم يصرفهم في المرافق العامة نقول نحن، وليس لأفراد معينين من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. أي نعم. أما المسألة اللي نحكي فيها نحن هذه غير ديك، ما في مانع أن يظل يستمر في التصدق من هذا المال اللي اكتسبه من 25,000 اللي هو عين الربا. هذا ما عندي والله أعلم. والآن تسمح لنا يا أستاذ. عليه زكاة كذلك؟ طبعا عليه زكاة من باب أولى. نعم.